يعني اليوم احنا متواجدين في مركز العلاج الكيميائي في صلاح الدين، في مستشفى صلاح الدين العام. اليوم هو اليوم الاول يعني التجريبي لمختبر تشخيص الاورام السرطانيه، وهذا المختبر يعتبر يعني من المختبرات المتطوره جدا. يعني الاخوه المتواجدين اليوم المهندسين ممثلين الشركه اللي نصبوا الاجهزه والكادر الموجود التقينا بهم، يعني من اليوم هذا المختبر يعني هذا المركز هو يحتوي على مختبر لتشخيص الاورام السرطانيه لرفع الكاهل عن مواطنينا في محافظه صلاح الدين، ودعوهن انه هذا المختبر وهذه الاجهزه المختبريه والتشخيصيه في مختبر ومركز مع المركز العلاج الكيميائي في مستشفى صلاح الدين اليوم لدينا أجهزة متطورة جدا في تشخيص السرطان. بالإضافة إلى أنه هناك مشروع أقر من قبل المحافظة وهو بناء مركز للسرطان، مركز متكامل. حقيقة هذا المركز راح يعني بإكماله راح تكون لدينا يعني مركز علاج سرطاني متكامل في محافظة صلاح الدين. يعني احنا في محافظة صلاح الدين لدينا ثلاث معامل، معمل في مستشفى تكريت التعليمي بطاقة إنتاجية 500 قنينة في اليوم، بالإضافة إلى المعامل في مستشفى سامراء وفي مستشفى بلد بطاقة إنتاجية 120 قنينة باليوم. هذا بالإضافة إلى أنه خلال ثلاثة أيام راح نكمل تأهيل المعمل الرابع وهو بطاقة إنتاجية 300 قنينة. طبعا يعني قمنا بتجهيز محافظة كركوك لعدة مرات، اليوم يعني دائرة صحة ميسان ودائرة صحة بابل هناك تنسيق بيني وبين المدراء الأخوة المدراء العامين، يعني جهزناهم ألف قنينة اليوم. احنا على استعداد يعني على تجهيز بقية المحافظات، ذلك لأنه يوجد لدينا فائض في الأكسجين بوجود المعامل والطاقة الإنتاجية الكبيرة لهذه المعامل في محافظتنا.